رقم تي في. قبل شهور تحدثنا عن هاتفي جالاكسي C5 وC7، اليوم مع نسخة C9 Pro من سامسونج. هذه سلسلة من سامسونج متوسطة المواصفات لأصحاب الاستخدام العالي، لكن رغم ذلك وضعت سامسونج قدرة رام ب6 جيجا بايت. هيا لنتعرف على الهاتف. الهاتف مصنوع من المعدن بالكامل، بالأعلى ستجد سماعة المكالمات والكاميرا ومستشعر، من الأسفل زر لمس أسفل الشاشة ومستشعر بصمة مدمج بالزر الرئيسي للهاتف. على الجانب الأيمن زر الطاقة ومدخل لتركيب شريحتي اتصال تدعمان شبكات الجيل الرابع وذاكرة تخزين خارجية حتى سعة 256 جيجا بايت، وعلى اليسار زرات تحكم بالصوت. ومن الأسفل مدخل لتركيب سماعات الأذن 3.5 ملم ومايك، وبينهما مدخل USB من نوع C، ومكبرات صوت ستيريو في الأعلى والأسفل. الهاتف من الخلف يضم كاميرا في أعلى المنتصف بجانبها فلاش. وزن الهاتف 189 جرام وسماكة 6.9 ملم مع شاشة بمقاس 6 إنش من نوع سوبر أموليد بدقة فول اتش دي وكثافة 367 بكسل وتشغل مساحة 75.5% من المساحة الكلية للهاتف، وهذا يعد استغلالا جيدا للواجهة. يعمل الهاتف بنظام أندرويد 6 مارشميلو. الهاتف يأتي برام 6 جيجا بايت كما ذكرنا، وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا بايت، ويدعم كما ذكرنا في المقدمة تركيب ذاكرة خارجية. المعالج 8 نواة من نوع سناب دراجون 653 بتردد يصل حتى 1.95 جيجا هرتز مع معالج رسوميات من نوع أدرينو 510. الكاميرا الخلفية جاءت بدقة 16 ميجا بيكسل مع فلاش مزدوج بفتحة عدسة 1.9 وتدعم خاصية التركيز التلقائي للصورة. أما الكاميرا الأمامية جاءت أيضا بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.9 أيضا. البطارية غير قابلة للإزالة، جاءت بساعة ضخمة 4000 ملي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع. الألوان المتوفرة هي الذهبي والذهبي الوردي. الهاتف الآن متوفر في الصين بسعر 470 دولار تقريبا، ولم تحدد سامسونج موعدا لطرحه في الأسواق العالمية.